يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي وبعد فالعون من الله المدي في نظم أبيات للأمي تفيد بعقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم أنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله، يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. منظومة المرشد المعين على الضرور من علوم الدين من أهم المؤلفات والمختصرات التي ألفت على مذهب ساداتنا المالكية، فقد ذكر فيها صاحبها وناظمها ومؤلفها سيدي العلامة الكبير ابن عاشر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه خلاصة المذهب المالكي، بعد أن تكلم عن العقيدة ثم بعد ذلك شرع يتكلم في أحكام العبادات من الصلاة والزكاة أو من الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم ختم بكتاب السلوك بكتاب التصوف وهواد التعرف. وهذه هي قواعد الإسلام كما وردت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه رواية الإمام مسلم في صحيحه. قدم الحج هنا على الصوم لأغراض ومقاصد ذكرها يخرجنا عن المقصود. إذن سيدي ابن عاشر رحمه الله مشى أولا على منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، فكان على مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله الذي كان على دراية واستقراء تام للفرق الكلامية التي انبثقت عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فقد كان إماما من أئمة المعتزلة، ثم بعد ذلك ترك مذهب الاعتزال واعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة ودافع عن هذه العقيدة وذب عنها وألف في ذلك التآليف والتصانيف. فإذن عقيدة العلامة ابن عاشر رحمه الله كانت على منهج من؟ على منهج أبي الحسن الأشعري رحمه الله، ثم بيّن أنه على منهج وعلى مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في باب العبادات في باب الفقه، وأنه على طريقة الإمام الجنيد السالك في باب السلوك إلى الله تعالى. قالوا: وطريقته خالية عن البدع وعن الانحرافات التي ربما قد يتلبس بها بعض الناس ممن لم يتقيد بالكتاب والسنة. فإذا بيّن منهجه
وبين عقيدته وبين كذلك مقاصده، وهذا مهم في علم المناهج، بين مقاصده قبل أن يتكلم عما يتعلق بالعبادات وبالعقيدة والعبادات والسلوك. وذلك في هذه الأبيات عندما قال: وبعد فالعون من الله المجيد، في نظم أبيات للأمي تفيد، في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السهلي رحمه الله تعالى. إذن المنظومة جاءت على هذا، أو جاءت لتبين ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالشريعة وما يتعلق بالأخلاق. ولهذا قلت لكم سابقا بأن المرشد المعين هي شرح لحديث سيدنا جبريل عليه السلام، حيث ذكر فيه الإسلام وذكر فيه الإيمان وذكر فيه الإحسان، وقال عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين عندنا إيمان وإسلام وأخلاق وإحسان، هذا الذي بيّنه سيدي ابن عاشر رحمه الله تعالى. فكان الغاية، أو كانت الغاية من تأليف المنظومة، إفادة الجاهل الأمي، أو إفادة الأمي. لهذا قال: وبعد فرعون من الله المجيد، في نظم أبيات للأمي تفيد، في نظم أبيات للأمي تفيد، هذا هو المقصود. وكذلك ليتعلم مما ينبغي تعلمه بالنسبة للمؤمن. وعندما أقول مؤمن في هذا الدرس وما سيأتي بعون الله تعالى من الدروس، أقصد المؤمنة كذلك، فهذا يسمى له بأسلوب التغيير. إذا ما نقول مؤمن فنقصد المؤمنة كذلك، إلا ما استثني فأبواه يهودانه كما في الحديث، فأبواه مثل هنا، وهذا ليس مثنى على حقيقته، كما قال بعضهم: والذي ثني يقول ثماني من الشروط فزت بالبيان، فالمثنى له شروط. على كل، عندما أقول المؤمنة فأقصد المؤمنة كذلك. طيب، إذا مما ينبغي أن يتعلمه المؤمن من الضروري من الدين، ومما لا يعذر بجهله، هذا ما بينه سيدي ابن عاشر رحمه الله في هذا النظم، فبين ذلك أحسن البيان رحمه الله تعالى. قالوا: لا ينبغي لمؤمنين أن يباشر فعلا أو أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه. ولهذا قال في منظومته: ويوقفوا الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، حتى يعلم حكم الله عز وجل في المسألة. هكذا يريد سيد ابن عاشر أن يبين. والأمي هنا في نظري، والله تعالى أعلم، على حسب ما قرره كثير من الشراح ومن المحققين، هو الذي يجهل أحكام الشريعة الإسلامية وإن كان يقرأ ويكتب. المقصود بالأمي هنا الجاهل لأحكام الشريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج القتل. إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل. الجهل هنا المقصود به هو الجهل بماذا؟ بأحكام الله. الجهل بالله تعالى، بأسمائه، بصفاته، بشريعته، بالحلال وبالحرام. ولا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيكونون على جهل بأمور الدنيا أو بالعلوم الأخرى، بل ذكر أن كثرة العلوم من علامات الساعة الصغرى، كما في الأحاديث التي ذكرها المحدثون في باب الفتن أو في أشراط الساعة. إذن المقصود من هذا الكلام ماذا؟ أن الأمية هنا الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، الذي يجهل أحكام الشريعة الإسلامية. ولهذا قالوا: الاجتهاد من أهله وفي محله. بعضهم يتكلم عن الاجتهاد، باختصار قل له: الاجتهاد من أهله وفي محله، يكون من أهل الاجتهاد وفي مكان الاجتهاد. فعندما أقول قال الإمام مالك، أي ما فهمه الإمام المجتهد الذي وصل إلى هذه الدرجة، الذي فهم الكتاب والسنة أو أحكامهما، أنا المقلد عندما أقول قال الإمام مالك، قال الشيخ خليل، أي ما فهمه هؤلاء الأئمة في محله، في مكان الاجتهاد، في النصوص الظنية كما سبق بيانه. من يحفظ الأبيات التي ذكرناها سابقا؟ والاجتهاد إنما يكون في كل ما دليله مضمون،
أما الذي فيه الدليل القاطع فحكمه كما جاء ولا منازع. طيب، بعد ذلك بين سيدي ابن عاشر رحمه الله أن نظمه جاء في عدد من الأبيات، أبياته 14 تصل مع 300 عند الرسول، هكذا قال لك: سميته بالمرشدي المعيني على الضروري من علوم الدين. فعدد النظم أبياته النظم وصل إلى هذا العدد، قال إلى عدد الأنبياء والرسول، هذا الخلاف الذي وقع بين أئمتنا رضي الله عنهم في تحديدهم، ولا يمكن أن نحيط بعددهم. نعم، يمكن أن نذكر ما ذكره القرآن، نعم، أو ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن نعرف العدد فهذا من باب الغيب، هذا اجتهد العلماء في هذا الباب. هناك أبيات ربما نكتبها بإذن الله تعالى يذكرها علماؤنا فيقولون: حتم على كل ذي التكليف معرفة، حتم، اسمعنا جيدا الأخوات، حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا، حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا. في تلك حجتنا منهم ثمانية، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم، في تلك حج في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم: إدريس، هود، شعيب، إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا، إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا. كتبت ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، هذا مما استحضرته الآن، نعم سيأتي بإذن الله. على كل حال قالوا حتم، هذا ذكرها الشيخ بجوري رحمه الله في شرحه على الجوهرة في كتاب الإيمان أو في شروط الإيمان. طيب، حتم، هذا اللفظ رفضه سيدي محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير لأنه يدل على الوجوب، ولهذا تأول علماؤنا هذه الكلمة، قال هنا ليس على بابه، وإنما المقصود أن الإنسان لابد أن يستحضر هؤلاء الأنبياء بحيث لو ذكروا عنده عليه أن يؤمن بهم وأن لا يكفر به، هذا هو المقصود، وإلا لا ينبغي أن نأخذ الكلام على ظاهره. إذن هؤلاء الأنبياء ذكروا أين؟ في سورة الأنعام، في تلك حجتنا، هذا يعرفه الطلبة، ما يسمع عندهم بالأنصاص، يذكرون مثلا بداية الثبول أو الربوع لترجع إليه. إذن ذكر هؤلاء الأنبياء في سورة الأنعام في تلك حجتنا، ارجع إلى تلك حجتنا ستجد أسماءهم، ثم تزيد على هؤلاء: إدريس، فإدريس هنا صرفت للضرورة، صرفت هنا للضرورة، ولهذا قالوا: وكل نبي اسمه لا ينصرف سوى سبعة نوح ولوط وصالح وشيت شعيب والنبي محمد هود فخذها واستمع قول ناصحي، أو كما قال جمعوا في قولهم نل شه صم يكدر تفقه. إذا نال نون نوح، واللام لوط، والشين شعيب وشيت، والهاء هود، والصاد صالح، والميم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نلبسكم بالمرة، هذه إشارات سمعت عن شيخنا سيدي الغازي الحسيني رحمه الله تعالى أنه أخذ البلاغة من فقيه، كان يحضر درس الفقه لعالم من العلماء لا أذكر اسمه الآن، وكان يستطرد في المباحث البلاغية، فقد تعلمت البلاغة من هذا الرجل قبل أن أدرس البلاغة. فهذه إشارات أشير إليها مرتان
استطردوا مثلا في علم الكلام أو في علم البيان أو في علم النحو هكذا. على كل حال نرجع إلى المرشد المعين، إلى الضروري من علوم الدين لسيدي عبد الواحد بن العاشر رحمه الله تعالى. علماؤنا قالوا وقرروا بأن الناظم عدله وكتبه ونقحه مرات تلو المرات، وهذا نبه إليه كثير من الشراح وعلى رأسهم الشيخ ميارة رحمه الله تعالى. قال أنه نظمه ثم عدله ثم نقحه، وهذا يقع لكثير من أهل العلم يقع. إذا الكمال لكلام الله تعالى، أما كلام البشر فيعتريه النقص. فالصفة تتبع الموصوف، الإنسان يوصف بماذا؟ بالضعف، بالنسيان، بالذهول. الله تعالى يتصف بالكمال والجلال سبحانه وتعالى. صاحب المراقي ماذا قال؟ والكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متابعه. الكل عاجز، سبحان الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فلهذا قال الشيخ ميارة رحمه الله مثلا في مبحث الأحكام الشرعية في مقدمته الأصولية: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف فطونا. قال الشيخ ميارة رحمه الله فطونا بضم الطاء وبفتحها، قال هكذا وجدتها بخط الناظم رحمه الله تعالى. قال وفي نسخة أخرى بخط الناظم: حكم إلهنا خطابه المفيد. حكم إلهنا خطابه المفيد، إذا غير هذا النظم. وكذلك في مبحث الطهارة، نحن الآن نتكلم عن مقاصد هذا النظم وعن مباحثه حتى نكون على بينة من أمرنا ماذا ندرس. كذلك في مبحث الطهارة قال: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما، إذا تغير بنفس طرح أو طاهر لعادة قد صلح إلى آخره. ففي نسخة أخرى يقول الشيخ ميارة رحمه الله تعالى: وقد وجدت بخط الناظم. الشيخ ميارة من أجل تلامذة الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى. قال: ويحصل الطهران بالماء المطلق وهو الذي من التغير يقي. هكذا يقول، بمعنى أن العلامة ابن عاشر رحمه الله اجتهد وهذب واحقق وعدل ونقح حتى وصلت المنظومة بشكلها الذي بين أيدينا. فإذا فهو جهد عظيم وجهد مبارك من هذا الإمام، جزاه الله خيرا عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا علماؤنا مما سمعنا عنه تربينا على هذا، عندما يستدلون بأقوال أئمتنا يترحمون عليه. لهذا تسمعون يقولون: قال الناظم رحمه الله، قال المصنف رحمه الله، وهكذا. فهذه ينبغي أن نفعل هذا، بل كان شيوخنا يعلموننا الأدب مع الله تعالى حتى في الإعراب، ويعلموك كذلك العقيدة السليمة الصحيحة حتى في الإعراب، رغم أن الإعراب قد يقول قائل لا علاقة له بالعقيدة. مثلا اسم الله تعالى عندما يكون مرفوعا، قالوا من باب الأدب أن تقول الله اسم جلالة، اسم جلالة فاعل مختار، لا تقول فاعل ثم تسكت، لأن هناك من اعتقد وجزم بأن فعل الصلاح واجب على الله كالمعتزلة، ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله فقد أساء الأدب. التفريع تقول منصوب على التعظيم، الله تعالى مثلا منصوب على التعظيم من باب الأدب. ولا تقول كذلك في القرآن، تقول مثلا هذا حرف زائد، لأن هناك ربما من يعتقد وسمع قولات واعتقد أن في القرآن ما هو يعني زائد. وماذا قال صاحب الإمام الزوري رحمه الله؟ والاجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، يتسبق الأذهان للإهمال وهي على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا مأهمل، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، تقول صلة ولا تقول زائد. إذن هؤلاء جزاهم الله خيرا جمعوا بين العلم والتربية، جمعوا بين العلم والأدب، فالعلم بدون أدب لا ينفع. كما قال صاحب الحكام: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ربما أعطاك فمنعك، أعطاك كثرة العلوم فحجبت بسبب ذلك عن الحي القيوم. تشعر بالغرور
وتشعر بأنك فعلت وكذا. ولهذا ختم بكتاب التصوف ذكر مقامات اليقين من الخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك. النظم لسيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله بدأه كما قلنا بأبيات ذكر فيها مقاصد في هذا النظم، مقاصده التي من أجلها ألف نظمه وتبرى من حوله وقوته، وهكذا ينبغي أن يفعل المؤمن. قال: وبعد فالعون من الله المجيد، وقال قبل ذلك: بسم الله القادر. فهو يسأل الله تعالى القدرة والتوفيق ليتبرى من حوله. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في جميع شؤونه دائما يقول بحق: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وفوض أمره إلى الله. ولهذا قلنا: ربما أعطاك فمنعك، فيكون العطاء عين المنع، وربما منعك فأعطاك. منعت مثلا من زهرة الدنيا، ولكن الله تعالى أكرمك بزهرة الآخرة، فصار المنع عن العطاء. هذا لمن فهم عن الله: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن الأبيات الأولى هي تتكلم عن مقاصده، اختصرت مضمون المبنى ومضمون الكتاب، اختصرها المصنف رحمه الله في الأبيات التي ذكرناها في المقدمة والتي ينبغي أن تحفظ. بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى مقدمة أخرى، مقدمة تكلم فيها عن مباحث العقيدة وعن المصطلحات التي يستعملها علماء الكلام. قال: مقدمة من قال مقدمة من مقدمة لكتاب الاعتقاد، معينة في فروع، اش قال؟ معينة لقارئها على المراد، جزاك الله خير. إذن مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد. لماذا ذكر هذه المقدمة؟ لأن الرجل أو الباحث أو المؤمن أو الطالب إذا اشتغل بهذا العلم سيجد بعض المصطلحات والتي يشترك فيها باقي العلماء، فقد يختلط عليه الأمر والمصطلح يضبط بأهله. فلهذا ذكر هذه المصطلحات من باب البيان. فمثلا بدأ بالحكم: وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء، أقسم مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب الاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى ثبوت عاقر من محال، وجائزان مقابل الأمر رسيم، للضروري والنظري كل قسيم، أول واجب على من كلف ممكنا من نظري أن يعرف الله والرسول بالصفات مما عليه نصب لياتي إلى آخره. فهي مصطلحات تهم من يدرس علم العقيدة. الحكم مثلا، ما هو الحكم؟ الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر لأمر، هذا على وجه الإجمال. كقولنا مثلا: العالم حادث، وكقولنا مثلا في النفي: مولانا ليس بحادث. الحادث هو الذي سبق بالعدم، الحادث الذي سبق بالعدم. نحن جميعا كنا في مرحلة تسمى العدم، لم نكن شيئا. وينبغي أن نتأمل في هذا لندرك حقيقة عظيمة ولا يستطيع الواحد منا أن يستوعبها، إنها حقيقة الوجود، نعمة الوجود. وأي نعمة؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنا وأنت ونحن جميعا كنا في مرحلة تسمى الصفر، ثم جاء الواحد والاثنان والثلاثة وهكذا. ومن تأمل في البدء حتما سيتأمل في النهاية، لأننا دخلنا في قانون العد، ومن دخل في قانون العد فلا بد أن ينتهي. من الذي استثني من هذا القانون؟ الله سبحانه وتعالى، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. أما من دخل في قانون العد بدأ لا بد أنه سينتهي. لهذا جاءت الإشارة في القرآن: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كنت في مرحلة اسمها العدم، فأكرمك الله تعالى بهذا الوجود. أي شكر وأي إنشاء يمكن أن تنشئه لتشكر الله تعالى على هذه النعمة؟ لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا اللسان الذي ربما سيعجز عن شكر خالقه سبحانه وتعالى، ونحن لا نريد أن نفكر في هذا، لأنه يرتبط بماذا؟ يرتبط بحدنا وبنهايتنا.
فهذا يزلزل النفس ويقرق الإنسان، لأنه يرتبط بالموت لا يريد أن يفكر في نهايته، والقرآن يذكرنا بها. طيب، الواجب إذن إثبات أمر لأمرين. قلنا العالم حادث، العالم حادث لم يسبق، يعني سبق بالعدم. إذن أثبتنا أمرا لأمرين، أثبتنا الحدوث للعالم، والعالم عند المتكلمين عند علماء الكلام ما سوى الله سبحانه وتعالى. ونفينا أمرا عن أمرين، نفينا الحدوث عن الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم استندت فيه إلى العقل، يسمى عندهم بالحكم العقلي، فلهذا يميز، تكلم هنا عن الحكم العقلي. إذا قلت مثلا الصلاة واجبة بالكتاب والسنة، يسمى هذا بالحكم الشرعي أو العقلي، إنه الشرعي، بمعنى استندت إلى الشرعي، وقد استند إلى العادة، الخبز يشبع مثلا، العادة جرت هذا بالتجربة، والعادة قد تتخلف وقد لا يشبع. قيل لبعضهم مات رحمه الله أكل كثيرا من فقهائنا، فأراد أحدهم أن يعترض عليه بحديث، ونسي أن الرجل فقيه، قال له: يا شيخ، النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا تلميح، تلميح، اسمعوا علماء البيان، تلميح، يقول: ثلث لشرابك وثلث لطعامك وثلث لنفسك، كأنه يقول: لا، لقد خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الفقيه؟ قال: كل أدرى بثلثه، يعني ما أكل لم يصل إلى الثلث، فضلا أن يكون جاوزا، فرد عليه، وهذا صحيح. إذن العادة قد تتخلف، وهذا ما يسمى بالكرامة، أو قد تسمى بالمعجزة. طيب، إذن هذا الحكم قد أرجع واستند إلى الشرعي، قد أستند إلى العقلي، وقد أستند إلى العادة. فلهذا سيدي ابن عاش رحمه الله ذكر هذه المصطلحات حتى يكون الباحث الطالب على بينة أمره. إذا أطلق الحكم فينبغي أن نحدد ماذا نقصد به. فما مثلا إذا قلت السنة، أو قلت مثلا السنة، مثلا السنة عند علماء الحديث ليست هي السنة عند علماء الفقه، وليست هي السنة عند علماء مثلا الكلام كذلك. إذن السنة عند الفقهاء ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، ويطلقونها فيما يقابل الفرض وفيما يقابل البدعة، فيقول مثلا: صلاة الظهر سنة، أو صلاة الظهر فريضة، وركعتان بعد الظهر سنة مثلا، ويقولون: هذا الفعل سنة وهذا الفعل بدعة. أما علماء الأصول فالسنة عندهم دليل من أدلة الأحكام الشرعية، يقولون: الأدلة عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهكذا. السنة عند المحدثين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أو صفة، والصفة لا تتعلق بالتشريع، الصفة لا تتعلق بالتشريع، ولكن هم يهتمون بكل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاه الله خيرا، كل ما يتعلق برسول الله تعلق بالتشريع وبغير التشريع، فإذا اقتدى المؤمن برسول الله في غير التشريع فإنه يثاب على ذلك. ولهذا صاحب المراقي قال: وفعله المركوز في جيب الله كالأكل والشرب فليس من الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى، إذا كرهت الحلوى خالفت سنة رسول الله. لا، كان يحب لحم الكتيف، هذا يدخل في جبلته. نعم، إذا أكلت لحم الكتيف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، سأحصل على الأجر من باب المحبة، لكن إذا خالفت هذا لم أخالف سنة رسول الله، لأنه يدخل في العادة والجبلة. وقد فصل هذا علماء الأصول جزاهم الله خيرا، وألفوا في هذا التآليف الدقيقة المحررة. إذن كل مصطلح يربط بالعلم الذي اشتغل به هؤلاء. فلهذا قدم سيدي ابن عاش رحمه الله هذه المقدمة النفيسة، ثم بعد ذلك عقد كتابا للعقيدة، كتاب أم القواعد، وكتاب مش قال كتاب أم القواعد هكذا، ومن طوت عليه من عقائد، نعم، كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من عقائد. أنا بغيتكم باش تشاركوني في البحث وفي
وفي التحصيل. إذن بعد أن قدم من مقدماه شرع يتكلم عن المقصود، عن مباحث العقيدة، وهو أول ما ينبغي أن يجتهد فيه المؤمن وأن يحصله. لهذا قال: أول واجب على من كلف ومكن من نظرين أن يعرف الله. معرفة الآمر تقدم على معرفة الأوامر. معرفة الله بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله مقدم على معرفة الحلال والحرام. فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا لا بد من هذا. فلهذا بدأ بالعقيدة وذكر مباحثها وذكر ما يجب لله عز وجل وما يستحيل في حقه. قال: يجب لله الوجود انقدام كذا البقاء والغنى المطلق عنه وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الدة ووصف الفعل إلى آخره. فذكر الصفات التي ينبغي أن يتصف أو أن يصف بها المؤمن الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك انتقل إلى مباحث النبوة، لأن عندنا الإلهيات وعندنا النبوات وعندنا الغيب، أمور تتعلق بالعقيدة. انتقل إلى مباحث النبوة من حيث العقيدة، فتكلم مما يجب للرسول وللأنبياء من الواجبات وما يستحيل في حقهم. فقال: يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبلغهم يحق، محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر ما يجب في حقهم من كل عراض كالمرض ونحوه. لما انتهى من هذه المباحث تكلم كذلك عن قواعد الإسلام، وتكلم عن دلالات الشهادة العظمى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ذكرت في القرآن باسم العروة الوثقى، تسمى بالعروة الوثقى، هي العروة الوثقى، فكن مستمسكا بها مستقيما على الطريق المحمدي، فكن واحدا لواحد تعالى ولا تشرك به ولا تندد. هي العروة الوثقى، نخرجها بعد يعني اولا ثم بعد ذلك نبني عليها. هي العروة الوثقى فكن مستمسكا بها مستقيما على الطريق المحمدي. هي العروة الوثقى فكن مستمسكا بها مستقيما على الطريق المحمدي. هي العروة الوثقى فكن مستمسكا بها مستقيما على الطريق المحمدي، فكن واحدا في واحد لواحد تعالى ولا تشرك به ولا تندد. كن عبدا واحدا لإله واحد متبعا لنبي واحد ولا تشرك بالله سبحانه وتعالى. فكن واحدا لواحد في واحد تعالى ولا تشرك به ولا تندد، لا تشرك بالله سبحانه وتعالى. فلهذا ذكر مهمة الرسول بعد ذلك في تبليغ رسالة ذلك. فكن واحدا في واحد لواحد، فكن واحدا لواحد، شكون تتقلبوا ليا؟ واش كنت نخوضها في الاول؟ كان بعض الشيوخ تيقول لي اعد ما قلت، قال لي اش يقول؟ يقيدوا بالكتابه، تمشي. فكن واحدا لواحد، لا فكن في واحد، لا فكن واحدا في واحد، فكن في واحد لواحد، ها؟ في واحد لواحد، فكن في واحد لواحد. اذا فكن واحدا في واحد لواحد ولا تشرك به أو تندد. نعم، فكن واحدا، فكن في واحد لواحد، هكذا كنت تحفظها، فكن في واحد لواحد. نعم، هكذا البيت. نعم، هكذا تحفظ أم هكذا سمعت؟ هكذا سمعت. إذا فكن واحدا هكذا، الله أعلم، فكن واحدا في واحد لواحد، ياك مزيان، فكن واحدا في واحد لواحد تعالى ولا تشرك به أو تنددي. أو تنددي يعني أن لا يقع الإنسان في الشرك وفي التقسيم. ولهذا سيد ابن عاشر رحمه الله نسرع بإذن الله تعالى جمع ذلك بقوله: وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني كانت لدى علامة الإيمان. لا إله إلا الله تجمع هذه المعاني مباحث العقيدة. وبعد
كذلك لما انتهى من هذا الأمر تكلم عن قواعد الإسلام من الإيمان والإسلام والإحسان، وتكلم عن الإيمان ما يتعلق بوحدانية الله تبارك وتعالى، والإيمان بكتب السماوية السابقة وبالرسل، وبالإيمان بالقدر خيره وشره، وهكذا وذكر كذلك الصراط والميزان وما يتعلق بهذه المباحث. ثم انتقل إلى مبحث الإحسان الذي هو قمة في الدين، فقال: وأما الإحسان فقال من ضره أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك، والدين ذي الثلاث خلق وعورك. لما انتهى من مباحث العقيدة انتقل إلى العبادات، إلى القسم الثاني الذي يتعلق بالإسلام، وقدم كعادة رحمه الله من باب الإفادة ومن باب البيان والشرح بمقدمة نفيسة، بمقدمة أصولية، مقدمة لكتاب الأصول معينة في فروع الأصول، فهي مقدمة مأخوذة من علم أصول الفقه تعين في الوصول إلى الأحكام الشرعية الفرعية التي ستذكر في المباحث الأخرى. فتكلم عن الواجب والحرام والمكروه وعن الحكم الشرعي وهكذا في مقدمة صغيرة مختصرة ونفيسة، وقد شرحتها ولله الحمد، شرحتها فيما يزيد عن مئات الصفحات ولا زالت مخطوطة. ثم بعد ذلك انتقل إلى مبحث العبادات، فبدأ بالصلاة، بأم العبادات بدأ بالصلاة، والصلاة لا تصح إلا بماذا؟ إلا بالطهارة، والطهارة إنما تكون بماء، فلهذا قدم الكلام عن الماء، الكلام عن الشرط أو كلام عن الشرط يقدم عن المشروط، مسألة واضحة. فلهذا قدم الكلام عن الطهارة فقال: فصل: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لزمه في الغالب إلى آخره، فمغرة إلى آخره. النظم رحمه الله نريد أن نختصر لأن الوقت يوم. إذا انتهى من مباحث الطهارة التي تتعلق بالماء وبأقسامه وبحقيقته، ثم انتقل بعد ذلك الكلام عن الطهارة الصغرى، قدمها عن الطهارة الكبرى لأنها تتكرر كثيرا، الطهارة الصغرى تتكرر كثيرا فلهذا قدم الكلام عنها حتى تعلموا مقاصده. فتكلم عن الوضوء، عن حقيقته، عن فرائضه، عن سننه، عن كروهاته، عن نواقضه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة. ثم بعد ذلك تكلم عن ماذا؟ تكلم عن أحكام الاغتسال، عن حقيقته، عن موجباته، عن فرائده، عن سننه، عن مندوباته، كما تكلم عن الوضوء، عن فضائله، عن المندوبات. وسنرى التفريق الذي ذهب إليه المالكية في تمييزه ما بين السنة وبين المندوب وبين الرغيمة، مصطلحات هي خاصة بساداتنا المالكية. لما انتهى بعد ذلك من هذا الكلام خاتم بمباحث التيمم الذي هو بدل عن الطهارة، فتكلم عن حقيقته وعن موجباته لخوف ضر أو عدم ما عوذ من طهارة تيمم وهكذا. ثم تكلم عن فرائضه وعن سننه وعن مندوباته وعن نواقضه، وختم الكلام بالتيمم فيما يتعلق بالطهارة، وانتقل إلى مباحث الصلاة فأخذ يتكلم عن الصلاة، عن فرائضها وعن شروطها أولا، وعن الفرائض وعن السنان وعن المندوبات وعن كذلك المبطلات، وتكلم عن فرض العين وعن فرض الكفاية، ما هو من باب فرض العين وما هو من باب فرض الكفاية، فتكلم عن صلاة الاستسقاء وعن صلاة الجنازة وعن صلاة العيدين وعن صلاة الجمعة، وكذلك عقد مبحثا لأحكام الإمامة، وعقد كذلك مبحثا آخر يتعلق بصلاة الجنازة وبإحكامها، يعني مباحث سيأتي بيانها بإذن الله تعالى كلها مفيدة ولله الحمد كلها مفيدة. ثم انتهى من مبحث الصلاة رحمه الله تعالى، ونسيت أن أذكركم بأنه في مبحث العقيدة تكلم عن أحكام الإسلام، فصل وطاعة الإسلام فصل وطاعة جوارح الجميع
قولا وفعلا هو الإسلام الرافع. فصل وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرافع. نعم. إذا لما انتهى من الصلاة انتقل إلى مبحث الزكاة. انتقل إلى مبحث الزكاة، والصلاة تأتي مقرونة مع الزكاة في القرآن العظيم، فلهذا ثنى بمبحث الزكاة، وكان يعتمد على ابن شاس رحمه الله فيما كتبه في أدلة عالم المدينة، الجواهر الثمينة في الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة. طيب، وتكلم عن عروض، عن العروض، عن عروض المال، وكذلك عن زكاة الإبل والبقر والغنم في فصل، وفي الفصل الآخر تكلم عن ماذا؟ وتكلم عن من يستحقها. أما الفصل الثاني فخصصه لزكاة الفطر رحمه الله. ثم يأتي بعد ذلك كتاب الصوم، كتاب الصوم في الترتيب المعهود عند فقهائنا. تكلم بدءا عن الصيام المستحب وذكر ذلك في أبيات، ثم تكلم عن الصيام وبما يثبت شهر رمضان وعن فرائده وعن يعني سننه وهكذا، ثم ختم بكتاب الحج. والعادة عند فقهائنا عندما يصلون إلى هذا الكتاب يقولون كتاب الحج لا حرم الله عز وجل منه، هذه عادته دائما، يربطون بين العلم وبين السلوك وبين التربية. إذا قالوا مثلا خاتمة، ختم الله لنا بالحسنى، هكذا دائما تضرع إلى الله وتبرئ من الحول ومن قوة الإنسان. فختم بكتاب الحج وذكر مباحثه وصفاته وبرع في هذا، حتى قالوا من أراد أن يتوضأ فليتوضأ في الرسالة. وهناك من يقول ويصلي في شيخ خليل، هناك من قال هذا، قال من أراد أن يصلي فليصلي في التفريع، وهناك من قال من يزكي في التلقين، ثم قالوا ومن أراد أن يحج فليحج في ابن عاشر. بين يعني هذا الأمر أحسن البيان. نعم. وختم كذلك بسنة العمرة وبزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختم بكتاب التصوف وهوادي التحرف، وهو في 27 بيتا ذكر جملة من المقامات التي يتعين على المؤمن أن يتخلق بها، وفاء بما وعد به في صدر النظم بقوله وفي طريقة الجنيد السالك، وتفاؤلا أن يكون السعي في تصفية القلب وتطهيره خاتمة العمل. والتصوف لا يكون إلا بفقه، أي بعقيدة صحيحة وشريعة سليمة. وقد قيل من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. ومما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله كما في ديوانه فقيها وصوفيا فكل ليس واحدا، فإني بحق الله إياك أنصح، فذاك قاس لم يذ قلبه تقى، وهذا جهول فكيف ذو الجهل يصلح. قالوا التصوف تفسير لمقام الإحسان الذي هو مقام الشهود والعيان، كما أن علم الكلام تفسير لمقام الإيمان، وعلم الفقه تفسير لمقام الإحسان. وقد اشتمل حديث سيدنا جبريل عليه السلام على تفسير الجميع. فتكلم الناظم رحمه الله عن التوبة وعن التقوى وعن أقسامها وعن طهارة القلب الباطنة، وكذلك تكلم عن مجاهدة النفس وعن المحاسبة وهكذا. يقول رحمه الله مثلا في قضية التقوى: وحاصل وثق واجتناب وامتثال في ظاهرين وباطنين بذاتولان، فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي لسالك سبل المنفعة. ومن أراد منكم جميعا المزيد فليرجع إلى ما قررته في شرح على الحكم العطائية، وكذلك في خطب الجمعة حيث شرحت جزءا من منازل السائرين والذي شرحه غير واحد كالعلامة ابن القيم رحمة الله عليه، والذي سماه بمدارج السالكين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، وسميت السلسلة بمعالم الطريق إلى الله. السؤال الذي نسأله ونجيب عنه إن شاء الله تعالى في دقائق.
بعد هذه الدراسة الموجزة عن منظومة سيد ابن عاشر رحمه الله التي سماها بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين. نسأل: ما هي المراجع والمصادر التي اعتمد عليها سيد ابن عاشر رحمه الله؟ في النظم لا نجد مرجعا واحدا، لم يذكر ذلك في نظمه، لكن من خلال التتبع لكلام أئمتنا رضي الله عنهم وجدنا أن الإمام كان يعتمد على ما قرره كبار الشيوخ من ساداتنا المالكية كالشيخ خليل رحمه الله تعالى في التوضيح، وكابن عرفة، وكابن الحاجب كان يعتمد على هؤلاء، وكذلك نشاس اعتمد عليه كثيرا في ماذا؟ في الزكاة، اعتمد على كتابه الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة، وكان يعتمد على الحطاب في مباحث الحج رحمه الله. هذه المصادر التي اعتمد عليها الإمام ابن عاشر رحمه الله. إذا اعتمد على كبار أهل العلم في المذهب، فاعتمد على كتاب التوضيح للشيخ خليل، اعتمد عليه كثيرا، وكان يعتمد كذلك على مقدمات الممهدات لابن رشد رحمه الله، واعتمد كذلك على الرسالة لابن أبي زيد القرواني رحمه الله الذي كان يلقب بماذا؟ ذلك الصابر. وابن رشد اتفق على صحة نظره وعلى أنه وصل درجة الاجتهاد المذهبي، بل من قال من وصل إلى درجات الاجتهاد المطلق، هناك من يصل إلى هذه المرتبة وهم قلة، هم قلة من يصل إلى هذا. يقال يروى أن الإمام السيوطي رحمه الله دعا مرة أنه مجتهد فأرسلوا له بعض الأسئلة، الأحناف أرسلوا له بعض الأسئلة فعجز عن إجابة عن الإجابة عنها وبقي في بيته. يقال يروى عن هذا أن يصل إلى الإنسان إلى هذا المرتبة وهو صعب، وادعى اجتهاد وادعى أنه مجدد رحمه الله، وحق له يدخل باب التحدث بنعمة الله. وله منظومة ذكرها ربما صاحب جمع الجوامع، له منظومة في ذكر المجددين، ويعاب عليه أنه ذكر الشافعية فقط، وقال: وقد رجوت أني مجدد ففضل الله ليس يجحد، وقد رجوت أني مجدد ففضل الله ليس يجحد. حكى لنا الشيخ غازي الحسيني رحمه الله في القرويين كان واحد الإنسان يعني بلغ درجة عظيمة في الفهم خاصة في الأصول، كان مرجعا في الأصول، الشيخ الفضيلي ربما هذا الاسم اللي قال، وكان لا يقبل أن يقول أحد أني أفهم الأصول، هذا الرجل ما يقبل شيء. فسمع مرة عالما من علماء الكبر أنه قال: أفهم الأصول جيدا وأقرره، نحن نتكلم عن العلماء الكبار. فمشى عنده ما قال لنا سلام ولا والو، قال: بلغني أنك تقول تفهم الأصول، هو يعرف قدر الرجل. قال: قلت هذا الكلام ولكن أفهم الأصول بعد الشيخ السيد الفضيلي. نعم لكذلك كانوا يفتخرون بعلمهم، يفتخرون، ولكن هؤلاء أخلصوا لله تبارك وتعالى، أخلصوا لله لسد عهد. إذن الشيخ سيد ابن عاشر رحمه الله اعتمد على التوضيح، واعتمد كذلك على المختصر الكبير لابن عرفة، واعتمد كذلك على ما قرره ابن حاجب رحمه الله تعالى في الجامع بين الأمهات. نعم، وهذا يدل على مكانة الرجل، لأن نحن نعلم أن هناك المتفق عليه والمختلف فيه والمشهورة والراجحة والضعيفة والشاذة وما جرى به العمل. هناك أقوال كثيرة في المذهب، يصعب على واحد أن يختار قولا واحدا، هذا من الصعب جدا. إذا نتكلم عن العلماء، فلهذا سيد ابن عاشر رحمه الله استطاع بحنكته وبملكته الفقهية وبفهمه أن يختار قولا واحدا مشهورا في مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولم يخالف المشهور إلا في موطن أو موطنين سيأتي بيانه بحول الله تعالى. نكون بهذا على وجه الاختصار قد أشرنا إلى خلاصة سريعة ما يتعلق بهذا النظم من حيث مقاصده ومن حيث خريطته كما يقولون الآن،
وختمنا بذكر بعض المصادر التي اعتمد عليها الإمام الشيخ خليل الشيخ ابن عاشر رحمه الله تعالى. بعد ذلك سنمر بعون الله عز وجل في الحصة المقبلة إلى مباحث ماذا؟ إلى مباحث الطهارة. حتى نختصر لأنني كلفت بتدريس الفقه، فلهذا سنبدأ بكتاب الطهارة. ومن أراد أن يقف على شرح الأبيات السابقة فهي موجودة في الموقع الرسمي للعبد الضعيف، يعني شرحت قول الناظم رحمه الله: وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات أمي تفيد في عقد الأشعار وفقه مالك إلى آخره. فلهذا طلبا للاختصار وربحا للوقت سنمر يعني مباشرة إلى مباحث الطهارة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول عبد الواحد ابن عاشر مبتدئا بسم الله القادر صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وبعد فالعون من الله المجيد في نظم آبيات في عقد الأشعر وفقه مالك وفي طريقة جليد السالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.